السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي تأتيكم ضمن برنامجكم برنامج سيان، أحد المبادرات الإعلامية التي يطلقها نادي الإبل في ظل جائحة كورونا. ضيفي وضيفكم الليلة اسم من أهم الأسماء الكبيرة في عالم مهرجانات الإبل، فهد بن عبد الله الشريع، الحاصل على وصافة والد الحاصل على وصافة الوالد الحاصل على وصافة حاصل على وصافة والد اللي حاصل على وصافة فئة سيف الملك فيلون الصفر. لازلنا بانتظار قدوم أبو عبد الله والتحاقه بنا. يا مرحبا يا أبو عبد الله. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا، حياك الله. اهلا وسهلا بك، سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم. الله يسعد ايامك ويجزاك خير. حقيقه ابو عبد الله يعني من اهم الاسماء في عالم مهرجانات الابل، تاريخ كبير وحافل من مهرجان الملك عبد العزيز في ام رقيبه وصولا الى الصياهد، مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الجديده. أبو عبد الله، خلني أبدأ معك أولا في الظرف وأيضا جائحة كورونا. اليوم في جائحة كورونا كيف تدير شؤون منقيتك؟ أول شيء أمسي أخواننا المشاهدين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، ومسيك أنت شخصيا. بالنسبة للكورونا يلا لك الحمد، نحمد الله ونشكره، جميع الوسائل اللي ندير فيها موجودة، والتقنية الآن موجودة والله الحمد، وبشرك قضينا رمضان عندها، صمنا برمضان عندها والحمد لله، نتابع عملنا بالإيميلات. اليوم التقنية يعني تخدمك وانت بمحلك. صحيح أبو عبد الله، اليوم التقنية، استثمار التقنية في عالم الإبن، هل أصبح يرضي غرور المشارك أو مالك الإبن اللي ما يرتاح إلا لين هو اللي يقف على النادي واللي يشوفها؟ اليوم التقنية سدت هذه الحاجة نوعا ما للي يعني عنده ارتباطات أعمال أخرى أو كذا، يعني اليوم اليوم كلها مسؤول، هي كلها استثمار، سواء العمل الخاص بنا أو اقتناء المنقية، كله عمل وكله رأس مال. متى ما سمحت الفرصة لنا أن نروح لمه نروح لمه، ما سمحت الفرصة فالحمد لله وسائل التقنية موجودة، والناس الأكفاء اللي هم محطوطين هناك وهم خير إن شاء الله. جميل جدا أبو عبد الله، يعني خلني أبدأ معك أولا، متى بدأت علاقة فهد بن عبد الله الشريع مع الإبل؟ والحقيقة العلاقة قديمة من أيام الوالد الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم. آمين. كان عنده يعني أغلب الإبل لون الوضح. آمين. يمكن من ثاني متوسط وأنا بعمر ثاني متوسط، و يعني يمكن بال 12 بال 11 سنة حنا مع البل ومع الغنم ومع التجارة، نحمد الله ونشكره، يعني قديما يعني. لكن بعد تقريبا وفاة الوالد الله يرحمه ويشكر جنات النعيم، صار الهدف تحسين السلالة وتحسين، تعرف ابل البادية ابل البداوة غير ابل المزايا. صحيح. فبداية قمت بإدخال الفحول المنتجة ودعمتها، وبعدين عزلنا وعدلنا كذا الى ما جاء مزاين القبيله، قبيله شمر، عام نعم. تقريبا 2012. نعم. وشاركناها في منقيتين الصفر والوضح كابناء عبد الله الشريع. نعم. والحمد لله حققنا المركز الاول في الصفر 50 والفردي الاول والثاني، وحققنا بالوضح هذه المركز الثاني والاول والثاني فردي، يعني هذه كانت بداية أو شرارة الانطلاقة إلى عالم المهرجانات. نعم. قبل أم رقيبة.
قبل أم رقيبة نعم، وبعدها شاركنا في أم رقيبة فيلون الصفر أبناء عبد الله أحمد الشريع الله يرحمه، وحصلنا على المركز الأول في فئة 60 وفردي دق الأول. جميل. أي نعم. هذه مشاركتكم الوحيدة اللي كانت في أم رقيبة؟ نعم هي المشاركة الوحيدة، وبعدها توقف المزايم فترة إلى ما طيب سخر لنا. خليني في فترة من مهرجان قبيلة شمر مرورا إلى مهرجان الملك عبد العزيز في أم رقيبة. تتذكر أبو عبد الله في تلك الفترة وش قيمة الأسعار، نوعية الحلال، هل كان متطور بهذا الشكل؟ أيضا القيمة السوقية كم كانت تتراوح في تلك الفترة؟ والله يعني شوف كبداية أن الواحد يشتري من إبل بداوة إلى إبل مزاين يكون المبلغ يعني بنظري أنا مبالغ، والله كيف بشتري ناقة ب500 ب600 وقتها، ولكن هو المزاين بداية الحماس، وارتقينا من مشتروات والقيمة البداوة أو صدر بداوة إلى إبل مزاين. تعرف قيمة إبل مزاين تكون مع يعني لها مواصفات ومحدودة. أنا أبغى أعرف يعني أبغى شركائنا اليوم اللي متواجدين معنا يعرفون أيضا كم كانت تتراوح الأسعار في تلك الفترة في البدايات. الحقيقة بمزاين شمر شريت يعني من 600 إلى 800 إلى 900، وبعدها دخلت مزاين أم رقيبة وزاد الأسعار. كم كانت أيضا؟ تعطيني بس على النبدأ. أول شروة شريتها وأنا مستعد للدخول المزاين أم رقيبة سنة النسخة الأخيرة تقريبا اللي كان مشاركتنا في 60. أول ما شريت تقريبا حول 10 ب 18 مليون. كانت 10 ب 18 مليون، يعني نعم. من مليون و800 تقريبا. نعم. هذه في آخر سنة كانت في أم رقيبة. نعم صحيح. جميل. طيب أبو عبد الله وشريت على 7 وعلى 8 وعلى 5. نعم. يعني كان السقف الأعلى اللي هو 1,000,000 و8 و10 هذه اللي احنا نتكلم عنها. نعم. شريت الفردية اللي حققت المركز الأول دق ذاك السنة تقريبا حول 2,500,000. وش كان اسمها في تلك الفترة؟ خطافة. خطافة شريتها من أبو عبد الله؟ شريتها من الأستاذ محمد بن جختب. من محمد بن جختب في تلك الفترة؟ نعم. نعم. طيب خطافة غابت عن الأضواء، خاصة أنه التوقف كان يعني سنوات بسيطة. وين نعم. خطافة؟ والله موجودة الحمد لله وتعتبر من الفرديات، لكن لظروف قد تكون يعني نفس الناقة ما هي مستعدة بالسنة هذه، ولكن إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إنها راح تشوفونها هي وخطافات ثانية. خطافات الجديدة ولا القديمة؟ لا جديدة. طيب أبو عبد الله بدينا هنا في فترة أنت شريت 1,800,000 ومليون يعني 1,800,000 و1,500,000 وأيضا 700 و800 و500 أرقام يعني مقارنة للبدايات أرقام تعتبر قوية في تلك نعم. الفترة، خاصة أنه الأرقام في تلك الفترة كانت يعني الفردية اللي تأخذ الأول قيمتها 3 مليون، وهذا نعم. بشهادة ضيوفنا اللي مروا في برنامج مسيار. صحيح. بعد توقف المزايا وش حدث؟ والله نزلت المستثمر. نزلت الأسواق أيضا. نزلت الأسعار الفترة ذيك نزلت نزول، يعني إذا كن مبالغ أقول ما في شراء يعني خلاص تساوت يعني الأسعار الغالية نزلت، يعني ما في مقارنة بأسعار المزاين. تعرف الواحد يضطر إنه يشتري بكرة مزاين يناظر من 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 القبيلة الثانية اللي بيقابله يشوف قوة حلاله يروح يبحث عن أقوى، لكن ما دام ما في مزاين لا أنا ببحث عن الناقة الممتازة اللي فيها المواصفات الإنتاج، مواصفات الولع، مواصفات الطرب، هذا اللي ببحث عنها. لكن إذا جت المزاينات لا جت عاد المواصفات تكون غير قابلة أنه والله فيها بس ملاحظة، لا ملاحظة ما عاد فيه ملاحظة. جميل جدا. يعني كم كانت بالنسبة لكم أنتم كمستثمرين قادمين للون كأول مشاركة في مهرجان رسمي؟ نعم. كانت بالنسبة لكم فرصة هذا التوقف؟
ابرمت سويت صفقات في تلك الفترة والله ولا انا لا كنتم ملتزمين؟ والله تقريبا، ولكن كانت فرصة للي يحب البل وكذا، ما كانت يعني عنده تردد، لكن صارت فرصة. مثلا البكرة اللي كانت معروضة ايام مزاين على 670، مياه اخذناها على 250 على 300، يعني نص السعر طاح او ازود بعد. جميل، يعني في تلك الفترة كانت بالنسبة لكم فرصة شراء. فرصة شراء ومخاطرة يعني، لكن اللي ما هو راغب ما هو شاري. جميل، غامرت وخاطرت في تلك الفترة أبو عبد الله. اي والله غامرت. وش جمعت في تلك الفترة؟ وش نوعية الحلال اللي أنت جمعتها؟ يعني حلال جمعت، اليوم أبو عبد الله عنده حلال مسمى. اليوم أبو شوف عبد الله. انا الحقيقة جمعي ما احب اروح لصاحب المنقية او اللي على ما قال داخل معاي بالمناقش. انا احب بشرائي افيد واستفيد، اروح ادور عند ابو العاشر وابو العشرين وابو الذود، واللي يدور انتاج واللي يغرب عند الناس ويحصل له انتاج، ان الله يوفقه بانتاج بكره وكذا. فكنت طيب اجمع من الحيران للمفاريد الى الحقائق وقت الوقت هذاك اللي هو كان يعني وقت التوقف كان تركيزك على الدك. على الدق. نعم، هو الدق هو المستقبل. وش السلالات اللي اعتمدت عليها في تلك الفترة؟ والله كل طيب آخره ما فيه، لكن يعني ما كان في طبعا تركيز معين. أركز على الزين، نعم، وإذا أنه وجد الزين مع السلالة بعد هذه بعد أفضل وأفضل. وش هي لأنه سلالتك المحببة؟ وش هي أبو عبد الله؟ خلينا نعرف عنها. والله بالبداية كنا نبحث عن العبدانيات والعونيات، وبعدين تطور الزمن هذا وقمنا نبحث عن الباتليات والإنتاج الباتلي والإنتاج اللي على دبيان. طبعا دبيان يرجعوني ونبحث. هالحين اللي متسيد اللون الصفر يعني من غير مجاملة، يعني كل الألوان، يعني كل الفحول المنتجة فيها، لكن اللي متسيد اللي أنا أشوفه الحين العوني اللي هو سلالة بئر دبيان. يعني لا زال. طيب اليوم هذا يعطيك لكن دلالة ما ان يمنع كلامي هذا انه والله لا عبدال ما ينتج او الثاني، لا لا في لا انتاج فائق. ما في كلام. اي نعم، اليوم اي نعم، هي مراحل تطور في الإنتاج، هي المسألة نعم بس مراحل تطور، ولا هي كلها كل السلالات وكل الفحول قدمت ما عليها إلى أن وصلنا لهذا الشكل وهذا المنتج الأخير. نعم قد يكون بالسنة او سنتين تشوف فصيلة ثانية من سلالة. طبعا اختلاف الجينات بين الأم والأب قد يطلع فحل بعد غير شكل جميل جدا، وإنتاجه غير. جميل جدا. طيب أبو عبد الله، احنا الحين وصلنا إلى مرحلة أنه كانت فرصة شرائية للراغبين في اقتناء النوعية النادرة والفاخرة في تلك الفترة. التوقف نزول من 700 ألف إلى 250 ألف، تقريبا أكثر من 70%. نعم، ولا في ذاك المشتري يعني اللي أي بخاطر. إلا بس اللي راعى الولع وراعى الطلب بس. نعم، اللي بيقول انا بشتري، هذه كانت معروضة بسبع وهالحين 250 فرصة. ما دخلك الخوف في تلك الفترة أبو عبد الله إنه اليوم أنا دافع لي مبلغ، يعني إذا والله 10 ب 18 و20 مليون، هذه في تأسيس مرحلة 60، في تلك الفترة رقم مرتفع. مع العزائم تجيب الغنائم. كفو، لكن إحنا نتكلم اليوم على رأيك كمستثمر حاط ريال. احنا استثمارنا ترى بالنقل، والنقل من أخطر الاستثمارات، لكن نحب المغامرة. تحبون المغامرة يعني؟ نعم نعشقها. بنوقف عند النقل هذه في مسألة التطوير بعد شوي إن شاء الله. أبدا، تحت أمرك. طيب أبو عبد الله، جيتوا للصياحة، تم إعلان الصياحة، مرحلة الإعلان ما قبل الدخول. نعم، اليوم أنت من أكثر الرابحين بحكم أنك أنت شريت رخيص وجمعت نوعية كويسة وتم الإعلان. وش شفت في الأسواق في تلك الفترة؟ انتهضت الأسعار وارتفعت كم القفزة فيها؟ إذا الخسارة في التوقف 70%، كم كانت في العودة؟ والله العودة كانت قوية، والصفر صراحة يعني أنا الوحيد اللي ما وقفت من الشراء من مزاين أم رقيبة، ما وقفت نعم. لأني جمعت
حلال، وبعدين صار في انفصال بين الأخوين ورجعت جمعت من جديد، فالحمد لله يعني ما توقفت، لكنها الأسعار كانت عالية وكل مالها في زود. طبعا اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره الملك سلمان ولي عهد الأمين والشيخ خالد بن حتلين أعطى اهتمام للبل. متى ما صارت البل مكان ثابت ومنافسة ثابتة وكذا، أتوقع أن الإنسان يقدم بدون خوف، جميل وهذا تراثنا يعني. لكن جميل. نحمد الله اللي سخر لنا المعازيب يتولونها. لا انتم في هذا القطاع يعني صراحه محظوظين ومحسودين في نفس الوقت. نحمد اليوم الله يعني انشاء نادي الابل يكون بامر من مولاي خادم الحرمين الشريفين، قبول سيدي ولي العهد انه يكون مشرف على هذا القطاع، هذا ميزه اضافيه بالنسبه لكم، كثير من القطاعات لم تحظى بهذا الامر. إضافة إلى ذلك أنه يعني من ترأس مجلس الإدارة هو رجل مقرب جدا من ولي العهد، وهذا يختصر عليكم الكثير. فأنتم اليوم في فرصة عظيمة صراحة. لكن إحنا بنتكلم من ناحية الأسعار والإعلان، كم كان القفزات؟ نبغى اليوم جمهورنا اللي موجود ترى أبو عبد الله من 13 سنة إلى 70 سنة اللي جلس يشاهدنا اليوم، يمكن كثير منهم ما لحق تلك المراحل ولا يعني يعيها. كنا بأمور قريب، إذا شرينا على 1.5 مليون وعلى 1 مليون نقول غالية، لكن في بمزاين الصلاحي لا، وصلنا إلى 3 والـ4 والـ5 هذا في 5 مرحلة، مليون هذا إعلان عودة المهرجان بس. عودة المهرجان نعم. وش الصفقات اللي برمتها في تلك الفترة بهذه الأسعار؟ والله كثيرة كثيرة يعني، ما هي بقليلة، خصوصا أنا لما دخلت الـ50 كنت داخل تقريبا بمنقية جديدة غير اللي كانت في أم رقيبة، نعم. وشريت رجعت شريت برضو من محمد بن جخلف، وشريت من على سلالات الدبيان وعلى باتريات وعلى، ففي كانت تتراوح يعني مبالغ عالية. جميل. حضرت في أول نسخة انتزعت سيف الملك، احنا ما راح نقول الـ50 ولا 30، لأنه اليوم احنا عندنا مسمياتنا الجديدة اللي هي شلفة وسيف وبيرك. أنت حضرت في سيف الملك في تلك النسخة، نعم. كان سهل الشوط بالنسبة لك لا ولا والله كان كان صعب؟ كانت المنافسة فيه صعبة. لا والله كان طبعا بعد انقطاع وبعد دخول ما تدري المنافسين الثانيين من اللي بيجي، من اللي عزز، هل هم اخذوا مسارك وعززوا، فكانت طلوع يعني وفرحة الناس واذكر يعني في خلال فترة وجيزة بأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين تم إنشاءها على عجل، وتمت المشاركة والكل حاضر، فكانوا في منافسين قويين معي بالـ50، كان مسعد الشيباني و وش اسمه مطيري ساطي لا اللي كان معنا حصل على المركز الثالث، يحضرني اسمه الحين اجيبه. نعم. كانت المنافسة بالنسبة لكم في 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 فيها غيبيات، متكتمين نعم مثلا يعني، وهذه دائما من المشاكل اللي راح أناقشك فيها. نعم فصار يعني الدخول يعني ما في كشف للأوراق، صحيح كانت التكتيك طاغي. طيب صحيح انتزعت الأول في تلك الفترة، نعم. وش الاستراتيجية اللي بدأت عند فهد الشريع؟ فهد في المرحلة دي صار عنده استراتيجية معينة. والله النظرة دائما قدام، ما دام اننا مدعومين من سيدي خادم الحرمين ولي عهده، النظرة قدام. قمت جميل للمياه، قررت اني اروح لشوط المياه. جميل. الفترة ذيك فهد الشريع بدأ يشتغل على الحيران، مشتريات الحيران. مو كلها حيران، ترى الحيران فرص اي والحقائق وما تريد. لا بالله اشتريت بالجل ذاك الفترة بعد. اي لكن التركيز كان هنا. اشتريت من ابن حتلين جل، اي اشتريت منه تقريبا 6 أو 7، ورجعت ثاني مرة واخذت منه 7، نعم. واخذت من فهد بن فاضل بعد جل، مو كله حيران، لكن جميل. الميزة اللي حنا سبقنا غيرنا فيها
اننا ندور حوار والمفروض والحكم، اي بس لان هو هي اللي يخدمك على سنين قدام. يعني هذه الاستراتيجية أنت انتهجتها في تلك الفترة، نعم كانت القيمة في تلك الفترة الحوار ما حد يطالع فيه ولا حد يشومه، تجي كانت أول المفروض سنة يعني كان ممنوع مشاركة الحيران والمفاريد أول سنة نعم أول نسخة. كم جمع منها فهد في تلك الفترة وكم كانت القيمة السوقية؟ والله نشتري طبعا الزين يحكم سعره الزين، يعني أنا في حيران شريتها على 400 بقيمة ناقة، قيمة جل، شريت نعم ب 600 حوارة بقيمة جل لكنها نادر. جميل، رحت للمية في النسخة الثانية بعد ما أسست كويس واشتريت من ابن حتلين واشتريت، ركزت على الدق بشكل كبير من حواره إلى دقية، في كم جمعت الفترة دي؟ كنت يعني القرار متى اتخذته إنك تذهب للمية؟ من انتهاء المشاركة ولا متأخر كان؟ لا بنفس المشاركة يعني في الـ50 أعلنت. 50 أعلنت قدومي بالمية. جميل، من هنا بديت أعطاك راحة السنة هذه في المشتريات، أعطاني إيش؟ أعطاك وقت، الوقت راحة إنه بديت تجمع على لا هدايا. والله لا والله، تعرف كانت المسافة يعني أقل من سنة تقريبا، من النسخة الأولى للنسخة الثانية أقل من صحيح سنة، 11 شهر تقريبا. 11. نعم فكنا يعني ما ريحنا، جميل، لأن إعادة للاسم بن علوش المطيل اللي كان معنا في محمد المنافسة العلوش، محمد محمد العلوش، العلوش. نعم نعم، من الأسماء الكبيرة في عالم اسمه الإبل. كبير وقوي ويملك إبل صناعة نعم منقية. جميل جدا، في تلك الفترة بديت تركز على الفرديات، تركيز الفرديات أقصد يعني إنه اليوم أدخل الشوط بأكثر من فردية، ما أركز على فردية، كان في رعد الشمال وكان مع حاختها نعم في النسخة الثانية. نعم رعد الشمال وش قصتها أولا؟ يعني هذه خلي أول شيء أبغى الاسم، ليش اسمها رعد رعد الشمال؟ وأيضا الشمال كم من وين شريتها؟ ما شريتها، رعد الشمال انتاج عندي على بعير شيخنا باري مطوالة عسى الله يسلمه ويحفظه، بعيرنا اخذته من عنده وجلس عندي تقريبا حول كامل، وانتاج عندي رعد الشمال انتاج عندي. وسبب تسميتها كانت التدريب والمناورة العسكرية في القاعدة العسكرية بحفر الباطن، وكنا حولها ورعد الشمال، وكانت ولادتها وسميت رعد الشمال يعني ارتبطت بحدث. حدث القاعدة العسكرية. نعم جميل، جت رعد الشمال وهي من الانتاج، وهذا يعني قاعدة الخط اللي انت بديت فيه من مبكرا وبعود له. نعم كنت متوقع فوز رعد الشمال في تلك الفترة المراهن نعم عليه، خاصة انه كان في اسماء قوية في تلك الفترة. ما كان حولها شيء، وكانت مرقمة قبل ما تجي، يعني كانت بس مجرد انها تحضر بس للشوط مجرد وتاخذ رقم. حضور بس جميل كروتين يعني على أساس. جميل جدا، خلني اوقف معك هنا على مرحلة الانتاج. اليوم انت عندك ذودين على مستوى الوضح وعلى مستوى الصفر، نعم كلام صحيح. عطني اول شيء مستوى الانتاج اللي انت قطعته، التطور في الانتاج اللي انت قطعته. والله حكم الصفر حنا شرينا فحول، شرينا على سلالة دبيان وكذا يعني تقريبا 3 فحول أو 3 فحول. نعم وفي واحد حق شريته من المالك ناصر بن فراج بن حديجان، وشريت قبله يعني إبل منتجة بعرين منتجة، وهذا بالنسبة للصفر. وبالنسبة للوضح كان يعني من أيام الوالد الله يرحمه ويرحم سيدي الأمير سلطان بن عبد العزيز آمين. الله يسكنهم جنات النعيم، كان مهم قصر يعني خلال تواجد البل هناك يعني معدل تقريبا 2 سنين يرسل من الفحول الرمانية، وكان انتاجنا طيب. وبالسنين الأخيرة دخلنا الباتري عليهم، وإن شاء الله أنه في قوة انتاج، جميل، يعني أنت والمنقية اليوم مستعدة يعني المنقية حصلت على المركز
على المركز الثاني. نعم تفضل ابو عبد الله. ايه، فاما الوضع السنه دي لا والله شرينا فحول باتليه ومن مالك الابل حسن بن عميق الدوسري، وشرينا بعد قعود على بئر الحريص ومن من ابن نبزان، وشريت من اخي وصديقي وعزيزي الشيخ احمد التويجري قعود علياني من سلالة فحل سيدي الأمير سلطان بن محمد، نعم وتعرف تطوير السلالة. جميل. اليوم البوادر الأولية الإنتاج يعني تشغل عليها من كم سنة؟ نعم البوادر الأولية اليوم بعد إدخال الدم الباتلي على الرمان، وش البوادر اللي أنت شفتها اليوم؟ هل في إنتاج مشجع؟ البواتل السنة هذه، لكن تو توني إيه. بادي بالبواتل. اما نعم الرمانيات عندي بكار يشامل على 300، وعندي بكار يشامل على 500، وعندي نعم واحده لو حطوا قدامها 1.5 مليون ما بعتها، كلها انتاج ليش؟ بعيرنا. ليش هذه تحديدا؟ ابى اجمع على اني ناوي ان شاء الله نيه، وش ناوي عليه ابو عبد الله؟ ناوي ان شاء الله اني اشارك بالوضع على مستوى المشتريات؟ ان شاء الله، انتاج ومشتريات. انا ما اوظف، انا حقيقه اشتري وضح واشتري صفر. جميل. السنة دي يمكن الوضح تعزيز للمنقية عندي أكثر من 60. أكثر من 60 مشترى نعم كله تعزيز. نعم وش الفئة اللي تستهدفها في الوضح؟ بشوف جهازيتي أما 50 أما 60 ولا 80، يعني لن تبدأ في أما شهر بيرق واحد. المؤسس ولا بيرق ولا سيف الملك. الشلفة ولي العهد ما هي سهلة كبداية؟ شوف انزين، ما في شيء اسمه سهل والله، اللي يتوقع انه شيء سهل هذا غلطان. سل مجرب من تدخل منقيتك وتحصل على رقم، تراك مثلك مثل الاول، فاز عليه كم ثنتين ولا ثلاث ولا اربع. حقيقه مزاين متطور جدا جدا، ولا يقبل ان الانسان يجي فيه يقول والله بجي احقق رقم. اللي بيجي يحقق رقم يجلس عندها على الجيم. جميل. يعني اليوم انت تقول ما في فئة صعبة. طيب خلني ادق ما في السؤال. ايش فئة سهلة؟ ما في فئة سهلة اطلاقا. ما في فئة سهلة. طيب خلني ادق السؤال، ممكن تكون اكثر صعوبة بحكم انها اليوم شوط فرديات، شايفين احنا اليوم في النسخة الأخيرة من افضل، يعني مو افضل، هم قراراتهم دائما مفضلة، لكن القرار الأخير إذا تم واعتمد إن شاء الله اللي هو 40 60 80، وهذا كان مطالبة لي من قديم من أيام مرقيبة، وطلبت فيها عبر القنوات وخطابات. الفئة من 40 إلى 60 إلى 80 هدفها وشو؟ إن الإنسان يسهل عليه، السنة هذه يشارك ب40 يقدر يزيد 20 ويشارك ب60، راعي 60 يقدر يشارك ويوصل إلى 80. يعني قصدك تكثر المفاجآت. تكثر المفاجآت، يكون يعني القريب، لكن أنت تتكلم من 50 إلى 100، يعني يبي لك دبل منقية، ومو أي دبل يعني. جميل. يعني أنتم من المؤيدين لإعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حتلين قبل في منتصف رمضان عبر حسابه في تويتر، أن هنا أن نادي الإبل يعكف اليوم بشكل جدي لدراسة تغيير الفئات. أنت مؤيد لهذا القرار أو لهذا الدراسة عفوا؟ أنا مؤيد لهذا القرار، والشيخ خالد ميزته أنه قريب عند أهل الإبل. نعم الشيخ فهد. ويسمع الشيخ فهد بن خالد، نعم. ويسمعنا وهو مهم معنا، لكن يسمعنا. جميل. يعني افكاركم ورؤاكم هو قريب منها، هذا ما نعم. تقصد؟ نعم نعم نعم. جميل. يعني اليوم ابو عبد الله النسخه الخامسه تعد جماهيرك بخوض المشاركه في لون الوضح بالاضافه الى الصفر، ولا الصفر بتتوقف؟ لا، الصفر أساسية. الصفر الحمد لله دعمنا تدعيم إن شاء الله قوي، وبتشوفها إن شاء الله لجا موعدها. جميل جدا. أبو عبد الله خلني أروح معك لذهابك، يعني خلني بنقل لك بعض رؤى الجماهير والمتابعين، أنه فهد الشريع رجل غير محظوظ في ذهابه إلى المياه، والدليل انه جاء النسخة الثانية كان فيه
منافسة قوية بين منقيتين شهيرة، هو حصل على الثالث. جاءت النصف الرابعة وكانت ونفس المنافسة وكانت المنافسة قوية وشديدة ومتقاربين متماسكين الشوش ايه بين قعيد وبين مسي الشيخ قعيد الشلاحي ومسي الشيخ هلال وإخوانه الدغاثر. كانت المنافسة قوية يعني، ما كان يعني لما ظهرت النتائج، واذكرها كانت النتائج تظهر الساعة 5 ولا ظهرت إلا يمكن الساعة 10، كانت نعم. المنافسة قريبة بين الثلاثة الأوائل. يعني أنت ترى أنه أنت في تلك المرحلة كنت منافس شرس بالنسبة لهم. إما وصلتهم فأنا تعبتهم. جميل. هنا اليوم في قاعدة، صح ولا لا؟ أنه تقول أنا القاعدة عندي قوية، وأنا اليوم إذا ما كنت منافس شرس فأنا أتعبتهم. زين؟ طيب المفترض أن النسخة الرابعة دامك تمتلك هذه القاعدة أنه يكون لك تقدم خطوة إلى الأمام. جيت في النسخة الرابعة وكان لك نفس عفوا النسخة الثالثة وكان لك نفس المركز. نعم، دخل الدبوس ودخل مدغيثر، والإعلام له دوره، الإعلام والهالة الجمهورية يعني الجماهيرية، مو الجماهيرية، لها دورها. لا ما شوف ابو عبد الله، يعني هذا الكلام يعني جمله وتفصيلها غير صحيح، لانه اليوم اللي كل من يعمل لا يتاثر بردات الفعل. هي اليوم الجمهور ممكن، لكن انا اتكلم لك عن التاثير، ما في تاثير. لكن انت اليوم جيت وكان عندك، يعني خلني اقول لك يعني شيء بنقله لك بعد، انا راسل من الجمهور يقول فهد الشريع في كل سنة نسمع واحد اثنين ما ودنا أبوه كل سنة، نعم، وكل سنة يبيع من فردياته. غير اليوم صحيح، اللي يبغى واحد ما يبيع. غير صحيح. أول شيء أنا بحياتي كلها وأنا مسؤول أمام الجمهور وأمامك وأمام الله، لا يوم من الأيام بعت ناقة واحدة عندي، إلا جاني أبو عبد الله الله يمسيه بالخير اللي هو الدبوس، وصل عندي بالمزرعة وطلبني طلبة، وقلت له أبو عبد الله أنا ما عندي نية بيع، أنا عندي مشاركة. وأصر أصر أصر، وأبو عبد الله له تقدير ورجل يعني مقام والد، فانحرجت وبعته من البل 4. ولكن السنة هذه اللي أقول لك أنا أن طيب صدى الإعلام، السنة وعب. هذه أنا شريت 16. طيب دقيقة، معك أنت تقول أنا انحرجت. زين، دائما في أي مشاركة التفريط، أنا ممكن يجيني أبو عبد الله ويحرجني وأعطيه من غير الفرديات. زين، لأنه أنا أبغى أروح خطوة للأمام، وأنت تقول أنا دائما أتقاضب أنا وياهم الفرق ناقة ونقتين ومنافس شرس معهم. زين، شوف عشان ما تحسبها علي انت الجمهور ناقه ناقتين، انا اقول لك الفرق قريب يعني بين المنافسين كلهم، مو هو بس بين فهد وبين قعيد وبين الدغيثر ولا بين الدبوس، لا، والمنافسه حتى مع الارقام اللي بعدنا تراهم قريبين البعض. يعني التمسك بالفرديات ما يقدمك خطوه للامام. لا لا، انا لما وصلنا ابو عبد الله الله يجزاه خير وجاني في محلي وأصر علي وأحرجني، رضيت إني أبيعه، وكنت أنا ما أبغى الفردي، خلاص أبي أجيب 100% جمع. نعم. إيه، والحقيقة لما بعت كنت شاري وشريت، يعني ما هو والله بعت وتاجرت بفلوسه، ولا أنت بعت عذاب، بعت عذاب وبعت رعد الشمال، رعد الشمال هذه إنتاج، أي نعم، وبعتها بمبلغ 5 مليون ريال. يعني هذا الموضوع، عذاب كم شريتها؟ عذاب لها قصة. أول سنة جينا حنا بالمزاين سنة يوم 50، وكان مسي بالخير أخوي محمد بن فهد بن بدن، عندنا في محفلنا، وقال يا أبو عبد الله في حوارة ما تنفعك السنة دي، تنفعك السنين الجاية. قلت لي ما ينفعنا السنة دي وشبيبه، فتقل انحرج ما، بعدين قال خلني أوريك إياها، فتح الشاشة يوم نظرها قلت بكم عليها،
قال عليها سوم كذا، قلت اي خلصها لي. اي جميل. كم كان سوى موضوع التعلم؟ لانه في ارقام كثيره كانت منتشره. ب 350 تقريبا، او حولها، كم وشريتها نشر؟ ب 500. شريتها ب 500 ألف. نعم، وبعتها هي ورعد الشمال وثنتين من الفرديات ايضا، اربع فرديات، ولا كان حلال والله عادي؟ شوف، البل عندي كلها ولله الحمد، يعني فرديات. حتى ابو عبد الله كان راغب انه ياخذه، راغب انه لكن ياخذ اداب. حول 20، لكن عاد اخذها. عذاب ما شاركت معي بالفردي، بس انها تعتبر فردي، ما هو كاشفة بس عن غطاها. يعني التفريط بها كان يعني امر لا يمكن، يعني ما هو سهل التعويض انا شوف، غيرها. انا اعطيته النية بالليل وقمت الصبح ماني واعي على نفسي، انا صادق، انا بعت، انا ماني بعت، لكن هي النية وخرجت. جميل. احرجني ابو عبد الله ويستاهلها، كم وراحت كم من منقية الشريع لمنقية الدبوس ويستاهلها. جميل. كم كان قيمة الصفقة؟ 20 مليون؟ والله يمكن اكثر. كم الرقم؟ نبغى سألوا رقم ابو عبد اليوم. الله، سألوا اللي دفع، ابو عبد الله اللي دفع، سألوا. أبو عبد الله قال لي أكثر من 20. أنا نعم، أبغى أعرف الرقم تحديدا، لأنه أنا اليوم عندي معيار، هذه إنتاج وهذه 500 ألف وهذه القفزة المهم للمستثمر. انه بيع حقيقي، ما فيه يعني، ما فيه يعني قلت والله شريتها بخمسة وانا شاريها ب 10. لا، ابو عبد يعني الله اللغة الرقمية صحيحة. فوق ال 20 ويستاهلها ابو عبد الله. جميل. الثنتين اللي كان معها وش هي؟ كانت بكرة شاريها من ابن حويلة، وواحدة ثانية من حسن بن فلحان. يعني كان تصنيفها عندك في الشبك الأول ولا في الشبك الوسط ولا الشبك الأخير؟ هو انظره وانا وانظري غير. لا بس أنا أبغى نظرك أنت اليوم. احتفظ فيه. يعني لو شبك أخضر بتقول أنا أعرف يا أبو عبد الله، رجل منفتح. اشكرك على ذكائك ومحاولتك، بس انا احتفظ بالجواب هذا. أنا أحترمك. ما بها هن كلهن فرديات، سبق وان قلت لك انه ابو عبد الله حاول ب 20 من عندي. جميل. ال20 في تلك الفترة كانت برقم فلكي نعم، ولا ما وصلت لمرحلة الأرقام؟ لا، وصلنا لأرقام فلكية، وبعدين قلت له لو تحد، لو قال حدهن، قلت لو تعطيني مبلغ وقدره، قال بعطيك اياه في 3، في 4. نعم. اي طيب أبو عبد الله دائما يقول له كلمة شهيرة، يقول انقلب السحر على الساحر. يقول كثير يعني جو تفاوض معي، بعدين انقلب السحر على الساحر. ما حاولت أنت تقلب السحر على الساحر معه؟ أنه أنت اللي ابو عبد تفاوض. الله، إيه. ابو عبد الله دبوس، دبوس، نعم. كانت المبادره بيني وبينه انه يا تشتري يا تبيع، فقلت انا بشتري. إيه. فهو من كذا اخذ يعني كان فتحه هذا الطريق. يعني كانت بدل المفاوضات انه واحد منكم يشتري من الثاني. لا يعني يا تبيعني يا اشتري، يعني الحلال، الحلال النوادر معدوم ترى على فكره، يعني خاص في، مو في الالوان كلها، يعني خاص يعني حنا بمسارنا الصفر، يعني معدوم، جميل. معدوم الانتاج قليل بالصفر. المنافسة الشرسة وصلتكم للأرقام الفلكية هذه، إنه اليوم المكاسب تتجاوز 10,000%. اي في لون الصفر، يعني من 500 وانتاج، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه أرقام في النسبة والتناسب أرقام مربحة جدا وفلكية وخيالية، ولا قد لا تتحقق في الأحلام. والله هي شوف، كل تجارة ولها أرباحها، لكن ترى أنت لما تشتري عمارة ب 10 مليون مضمون أرباحها ومضمون، لكن ترى الحلال غالي وأرباحه يعني تستحق أنه يربح الجود، لأنه معرض إلى موت، إلى مرض، إلى انتكاسة، إلى شيء طبيعي أني بخاطر ب 5 مليون وببيعها، أو أخاطر بمليون وبيعها بخمسة أو بستة أو سبعة. جميل. طيب أبو عبد الله، خلصنا من النسخة الثانية ومن قصة عذاب، لأنها صارت بعده، بعد ما قبل الثالثة، كل الحديث هذا ما قبل النسخة الثالثة. خلينا نروح النسخة الثالثة. جيت أنت غبت عن الفرديات. هو النسخة الثالثة أنا شربت. أي النسخة، اليوم النسخة إحنا الأخيرة اليوم ما إحنا بين الثانية وبين الثالثة، اللي هو حصل فيها بيع عذاب ورعد الشمال. نعم،
حضرت وقتها وحققت مركزي الثالث، هو يعني لا تقدمت ولا تأخرت. إيه. لكن تقول لي عوضت ب16 نعم بدل الاربع 16، نعم وش مشترياتك؟ لا زالت في سياسة الاستكشاف ولا لا؟ لا في والله حلال قوي يعوض. لا والله شريت حلال قوي، ما هو بسيط، شريت فردية من عند بن ضريان الهاجري مسيه بالخير، شريت من الله يعطيه الصحة والعافية أبناء دبيان وأبنائه، شريت بعد مجموعة، وشريت من مسيه بالخير أخوي حمد بن رجحة، شريت من حسن بن فلحان، شريت من حمدان السنافي، شريت من أسماء يعني معروفة، شريت كم من بن جفران، شريت اللغة الرقمية كانت يغطيها شيكل 20 ولا لا؟ أزود، 16 دفعت أزود. دفعت أكثر من يعني نعم أزود. نعم 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 جميل. يعني اليوم المسألة كم وعدد؟ نعم صحيح؟ اليوم هنا الأسعار بعد إنه الشراء انتشار خبر إنه الشراء باع ب 20 مليون، تغيرت الأسعار عند الناس؟ بدأت الناس في قفزة، يعني بين النسخة الثانية والثالثة صار في قفزة أسعار، تغير توجه، والله الأسعار اللي نسمع بها، ولا هي نفسها؟ لا في قفزة أسعار صحيح، كم النسبة؟ والله عالية يعني، شفنا مشتريات العام بالوضح بعد ما هي بسيطة. هي احنا نتكلم في اليوم ابو عبد الله، السوق يتأثر بالصفقات القوية وباللغة الرقمية، وهذا نعم ما هو سر. صحيح، أنت في صفقة الأربع ب 20 مليون هذه تأثر أزود، السوق. أنت لا تصر على 20 مليون عشان ما تأخذ رقم، هو أزود من 20 مليون. أنا بمسك، أنا بمسك على هذا الرقم حتى تعطيني الرقم الجديد. أي سوي لي تحديث أبو عبد الله. أجل خليك على 20، ماني ما أعطيك خير. طيب أبو عبد الله، أكثر من 20 مليون، أكثر من 20 مليون هذه خليك اليوم، على وزنتي. لا يعني طيب احنا بنلعب فريق واحد اليوم، والمستفيد تسلم. والمستفيد الشركاء اللي صحيح ياخذون هالمعلومات. صحيح طيب ابو عبد الله، اليوم تغيرت اسعار ابو عبد الله اللي اول يشتري بها، يعني من حيث يعني انا اليوم لو تجيني وانا اعرف انه انت بايع برقم فلكي ومشترياتك بعد معروفه، يعني اليوم انا ما راح ابيعك، انا ابغى مكسب اعلى زيك. لا بس انا بعت ثنتين، تشوف انت يعني عذاب صعب يبطي احد، يعني وراح صحيح تشوف قلب الولاده، لكن يبطي على ما قال من يبي غلب عذاب. جميل. لكن اليوم رعد الشمال وعذاب كلها طلعت من عندك، نعم تتوقع انها ممكن تسوي شيء في الجد؟ والله نتمنى لهم التوفيق، لكن قلب الولاده فيه ابلن جايه، فيه ابلن جايه. يعني عندكم انتم اليوم تتكلم على منقيتك انه في بديل. ان الله شاء. جميل. شاركتوا في الثالثة وحققتوا نفس الرقم وغبتوا عن الوهج الإعلامي حتى يعني على مستوى المسيرة، كان يعني ما حرصتوا للترويج، يعني أنتم كنتوا جايين بس تحافظون على رقمكم، ولا الحقيقة توقعتوا أن فيه مفاجأة خاصة أنتم دعمتم ب 16؟ الحقيقة نعم، كانت فيه يعني شراء قوي وضخم، وكار صدر أول يعني خد خبر. نعم. إيه. ولكن لكل مقال، لكل مقام المقال، ما الله وفق وجت النتائج محافظتنا على مركزنا. لكن قناعتك في تلك الفترة أبو عبد الله، قناعتك في تلك الفترة كانت إنه في مفاجأة ستحدث والله ولا لا؟ ما جيت إلا أنا ناوي أحدث مفاجأة. جميل. طيب أبو عبد الله، هنا بدأت فكرة النزول إلى 50. طبعا اليوم الكلام المنتشر للمشاركة باسم عبد الله ابن فهد، لكن الكلام الموجود يقول هذه منقية فهد. هم من حقهم يقولون الكلام هذا، هو الجمهور له حقه، لكن فهد يملك من الصفر فوق 300، ومن الوضح حول 400. نعم. وأنا سياسة عيالي بالعطل وانتهاء المدرسة مرغبهم للبل وللشغل،
وقت الدراسة دراسة، وقت الشغل شغل، وقت الإبل إبل. حقيقة يعني فأنا احنا شايفين مقاطع يعني تطلع للعيال مع الابن بشكل كثير خلال هذه الفترة. نعم مرغبهم بلبل، واللي ما يدير حلاله من العيال يضيع. بس أثرت على دراستهم المحبة. لا بشرك متفوقين، ما شاء الله. وعبد الله يعني من الأوائل بالشرقية، وأخو أحمد وأخو نايف ما كلهم شاء الله. مدارس عالمية ولله الحمد، وعسى الله يصلح لنا ولكم ما شاء النية الله. والذرية. آمين إن شاء الله. لكن اليوم احنا شايفين، أنا ليش سألتك هذا السؤال متعلق فيه؟ لأن احنا إيه اليوم نشوف. سألتني تقول إنه نفس اللي دخلت؟ لا، إيه. عبد الله كان عنده منقية رديفة، وأحمد كان عنده منقية رديفة، وأخوهم العاصي وصفوق كذلك، كل واحد معطيه جزء من البل. فحقيقة كنت راغب أجي بالنسخة وسجلت، ايه وبعدين كان عندي ظروف عمل وكذا، وقلت أبغيب السنة دي أريح، والسنة اللي تجي أجي. كانت الاشاعات تطاردك ابو عبد الله، أنه الشائعات انه ابو عبد الله في صفقه مبرمها مع مالك. نعم، الآن ولا ذاك السنة؟ لا في السنه دي، في سنه انه سجلت انت في الشلفه وفي السيف وفي المليون. نعم، وكانت فعلا في صفقة، نعم فعليا كان كانت في في صفقة، وكان فيه يعني قريب قريب، إلا أنها اتجهت إلى منحى آخر. عموما تركت المشاركة، بس ابو عبد الله تركت المشاركة. خلينا نوقف عند، خلينا نقضي غرور وفضول الجمهور. الصفقة كانت مع الدبوس ولا مع بن جفتك؟ مفاوضات مع من؟ منهم؟ واحد منهم، مو اثنينهم، واحد منهم، منهم؟ عطني اسم. خلينا واحد اليوم منهم، واحد سر، منهم. ما عاد فيها سر، هي انتهت كلها. احنا اليوم نبغى نكشف المستور. كانت مع من؟ أنا كلمت الأخ محمد نعم أبو فهد، قلت نعم يا أبو فهد أبى أشتري، قال أنا اللي بشتري. جميل. إي فكان أنت تشتري ولا أنا أشتري؟ إي فقال يا أبو عبد الله أنا جاي بالمية، إذا كملت جيت، إذا ما كملت الخمسين خلصنا منها. طيب ليش فكانت هذه ليش ليه خلينا نقول يعني اليوم كل ابن جختب فاوضني انه يا اشتري منك يا تشتري مني، واتفق انه هو اللي يشري. هو اللي يشتري؟ ايه لا، اتفقت اني انا اللي بشتري. فقال من انا ما اتفقنا بالوقت المفاوضات، ما اتفقت انا انت تشتري ولا انا اشتري. قال ايه يا فهد انا اشري واجمع على المية، وانا المية جايها جايها، انت طيب بتبيعني حلالك فضله عن حلال غيرك. قلت والله ما عندي نية بيع، نعم لكن انت تبيع. قال انا ما عندي نية بيع. فكانت المفاوضة يعني يا تبيعني يا ابيعك، بس ما جزمنا للأخير. بس التسجيل سجلت انت ومحمد في اكثر من فئة، وكانت منتشرة اخبار في تلك الفترة انه في صفقة بينكم قبل اعلان صفقة الدبوس. الكل مننا ناوي يشتري حلال الثاني، هو راغب بالشراء والمشاركة، وأنا راغب بالشراء طيب والمشاركة. هو باع، ليش ما شريت انت في تلك الفترة؟ قد يكون حل محل، وصار التوفيق من حليف أبو عبد الله، طيب يمكن صار التوفيق. السلع موجودة ومعروضة، قد تروح أنت وواحد تلقى واحد سبك، ولا واحد دفع أكثر، ولا لا المهم بس وصلت إلى حل ايوه واتجهت إلى جميل 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 واضح. جيتوا في النسخة هنا قررت انه العيال هم اللي يشاركون. ما قررت. أنا إلى قبل دخول البلد بـ4 أيام كنت بالمزرعة، ولا طيب عندي نية مشاركة أبدا. فكلهم اطلاق متوعدين لا أصبحنا الصبح نبي نرجع لمنطقتنا الدمام، المزارع في حول قرية، في منطقة مركز اسمه مركز الشيخ، وكنا ناويين نرجع للدمام، ما عندنا نية أي مشاركة. فلما ركبنا السيارة لقيت ولدي عبد الله قال يبا أبي أشارك بـ50. قلت يا ولدي ما بقى وقت، 4 أيام. قال إن شاء الله نبي نوصل. بس فقلت له التسجيل لا، بس كان في نية مبيتة كان لأنه في التسجيل تسجيل، موجود. كان إيه في تسجيل. نعم اي إيه نعم. فقال لي خلاص انا بدخل، واحمد كذلك قال وانا بعد بدخل، ودخلوا
أعطيتهم دعمتهم، ولكن فيه نوادر موجودة ما زالت باسم فهد ولا شاركت مع الاثنين كلهم. يعني انت تقول من جيتي انا يا فهد اللي هي الاساسيه ما دخل منها ولا ناقه، اللي لا دخلت من جيتي. أعطيتهم من البل بس ما هو من نوادرها، نوادرها ما نعم زال موجود ومحتفظ فيه ولله الحمد. وعقب على كلامك، أنا ما بعت إلا بيعت لأبو عبد الله الدبوس، غير وما بعت. جميل جميل جدا. طيب ابو عبد الله، حضر عبد الله وهو من يمثلك ابنك ويمثلك في هذا الجانب، والابن مثل ما ذكرت وشرحت القصه انت أكيد الحين. هو جاي ينافس على الأول، يعني ما كنت أطمع إنه يجي للثاني. جميل. اليوم في ظل يعني انه في منافسين اقوياء، منافسين اقوياء، ما حاولت انه تجيب من النوادر اللي جاهزه وتغطي؟ الحقيقة اللي كانوا منافسين مع ذاك الليلة اشتروا، واشتروا شراء يعني مصيب الخير أخوي ناصر الجبري وعبد العزيز، شروا ذاك الليلة عبد الله. من نعم منقية كانت مشال عبد الله و نعم أبو ناصر نعم وعبد العزيز أخوه، فشروا ذاك الليلة قبل زين ودخلوا وعززوا والحمد لله. وصار بعض الظروف يعني يعني 4 أيام مسافة 300 كيلو، يعني أول ما مشى لنا 70 كيلو وثاني يوم حول 80، يعني جت البل كلها متهددة. يعني عدم الجاهزية اي نعم وغياب النوادر وقلب الطاولة من قبل المنافسين، لأنهم اليوم أنت كنت مرتاح وكنت مرهي على الأول، قلت أنهم عززوا في اللحظات الأخيرة، هذا يعتبر قلب طاولة. صحيح، حلالهم طيب ولا نعم شك في قوتهم وهم يستاهلون، ولكن السبب الأول اللي خلى منقية ولدي عبد الله أنها تتراجع المركز الثاني هي عدم جاهزية البل، وأننا ضغطنا عليها خلال 4 أيام، اليوم اللي وصلت فيه اليوم اللي دخلت لمزايا. جميل جميل جدا. أبو عبد الله، في ذاك اليوم حصل إعلان عبث في فئة 50، وهذا ما هو سر، باسم عبد الله في ذاك اليوم. الحقيقة احنا الـ50 كلنا الأرقام الأولى جاء فيها عبث، ما وهو في ما هو كلام. عبث، ما يعني هذا مو بس ولدي عبد الله، كل اللي نعم جو المراكز الأولى حصل عندهم عبث، ولكن أنا أبريهم مثل ما أبري ولدي عبد الله. أنا لما نعم اتصلوا علي اللجنة وقالوا نبي عبد الله يجي، قلت بس أكيد أحد من الجمهور مخطي، أو ولدي بعلامة تعرف بحكم السن وكذا، أو نعم حركة أو كذا، يعني هذا همي حتى وأنا بالطريق أرص عليه بالكلام. فلما جينا قالوا عندكم ما أدري ايش يسمونها، تمغيط أو تمسيس أو كذا، تمطيط تمطيط. تمطيط. إيه ايه احنا لأننا ما نعرفها لذلك ما نحفظ المصطلحات. ايه لا احنا إيه اعلاميين نعرفها كويس. فقلت يا جماعة اتقوا الله، يعني أنا لاني بحاجة، ولدي له بحاجة، وكيلنا أبو فهد الله يمسيه بالخير ما هو بحاجة، يعني نعم ما فيه. لكن اتضح لنا والله العالم، يعني قد يكون خطأ من الحلاقين، قد يكون خطأ من اللجنة الطبية الفحص الطبي، يعني معروف أن الناقة ما تمسك شوف إلا شوف مع شوف شوف ابو عبد الله، يعني شبالها. اليوم يعني بقول لك شيء، اللجنه الطبيه يعني ما عندها مجال للخطا لانها تفحص الجهاز. وشلون تمسك؟ هي شلون تمسك رأس المطية؟ يعني انت قصدك انه ممكن في اثناء المسك نعم أكيد، عدد هو التمسيس ايه يشهد الله علي شهادة أسأل فيها أمام الله، لا أنا ولا وأبري بعد، يعني معروف الأسماء اللي معروف بعدي يعني معروف ما يا هم ابو عبد الله، بحاجة، يعني يعني هذا يعني الكلام. حنا يا لوائل نشتري بملايين، يعني ما احنا بحاجة إننا تمسيس وما نعم تمسيس وكذا والخرابيط هذه. نعم لكن قد يكون خطأ حلاقين أو قد يكون خطأ الفحص الطبي، خصوصا انه احدثت تحت يعني داخل المزاين. والالبل اللي طلعت شاركه معي واحده منهم بنت بعيري نعم وشبك ممتاز اول خيط خضر، وثلاث منهم واحده شاريها من مسعد الشيباني، يعني وشاركت مع مسعد بشوطه الفحل وانتاجه، نعم وثنتين مشتروات يعني معروفه، يعني ما
ما فيها مجال للعزف، لكن اللجنة لها رأي والأطباء لهم رأي، ورأينا حنا أنه يا أخي الحلاقين قد يكون أخطأوا، أو اللجنة الفحص الطبي قد يكون أخطأ، لأن مستحيل يعني يفحص ومستحيل طيب يحلق إلا يمسك الناقة مع رأسها. طيب اليوم الحلاقين انا اشوف يعني انه ما هو عذر لسبب. نعم اليوم انت منقية بعشرات الملايين ومئات الملايين، المفروض انه يكون عندك حلاقك الخاص اللي هو يقدر يدير امورك براحته شوف، ويكون من ضمن العمال. صحيح، حلاقي الخاص مثل حلاقي العام، الناقة ايه كيف تحلق إذا ما يمسك رأسها؟ كيف تحلق؟ هذا الامر انا اتفق معك طيب 100%. ما تقدر تحلقها إلا أنت ماسك رأسها، طيب اليوم انا عندي فالمسك يبر شلون؟ ها الناقة ما هي بجالسة، لا مسكتها تشد وتحرك يمين يسار، ممكن يصير مزع، لكن يعني المفروض أن اللجنة الطبية، الناقة دي معروفة والحلال هذا مشارك معاك سنين، يعني مثل التفتيش الجماركي يدرسون شخصية الرجل، من لا يحوله شوف الرقم واحد ولا اثنين شوف ولا شوف ثلاثة. شوف 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 ابو عبد الله، يعني هم فيه اكثر من لجنه تمر عليها، لجنه نظر، لجنه عبث، هذا الامر يعني ما يتخذه واحد ولا اثنين، وهذا قرار اللجنه غالبا. أنا ما أشكك بقرار اللجنة، أنا أقول إن في خطأ يا من الحلاقين يا من اللجنة الطبية، أنا وش ما الحل أشك. طيب؟ الحل من وجهه نظرك، اعطني حلول. الحل يا يكون الفحص الطبي قبلها بأيام، أو إن النادي يتقدم بتبني مثلا إنشاء مستشفى خاص، أو يحط دورك، جهة. هذا دوركم، هذا دوركم كرجال أعمال. شوف، احنا رجال أعمال نبي من يتبنانا، رجال الأعمال نبي من يجمعنا. أنا أنتم أقول اليوم نادي الإبل، لو على سبيل المثال، شوف حنا كل لون المياه 5 ألوان، من كل لون 10 فئات، من 50 وال100 وال80 ضربها يطلع عندك عدد وقدره، أرقام أرقام أرقام، أرقام نتكلم 38 غير الفرق. ألف متن مشارك. 38. يعني أنا من نفسي أنا مستعد أتبرع للنادي، وهو ما هو بحاجتي، لكن كمشاركة المواطن المسؤول عن البنية التحتية، حنا كملاك إبل ما عندي مانع، أنا أتكلم عنهم وأتكلم نيابة عن الباقيين إن شاء الله، وأنهم يوافقوني أي شيء يخدم مجال إبل حنا حاضرين. يا أخي حط لنا رمز معين نشترك فيه سنوي، ونقيم مستشفى خدم ملاك إبل وخدم إبل. هذا مشروع انت تتبناه انت ومجموعه تجي ار، تاخذون اجراءاتكم فيه ويصير ربحيتكم، ونادي الابل يدعمكم في هذا الاتجاه غالبا. يعني انا من خلال الواقع المعرفه انه اي مشاريع فيها يعني تطوير، نادي الابل ما هو بيقصر، يمد يد العون، صحيح، ما لكن في هذا تقصير. دوركم انتم. دورنا احنا نبي من يتبنانا، مو شخص يتبنانا جميل مجلس نادي الإبل ابو عبد الله، يسوي دعوة للملاك، واللي بيشارك شارك، طبعا الدعوة جميل جدا ما هي لزامي، ابو عبد الله. لكن انا اللي قدامي اعرف انه دقيقتين، ملاك الإبل عندهم القدرة انهم انا قدامي دقيقتين الان ابو عبد الله، دقيقه ونص تحديدا. ايه، ماذا لا انا عندي تودون؟ طيب اقتراحات، انت وين رحت؟ بس كذا اخذت اللي عندي اقتراحات وعندي اراء. تفضل تفضل بس بشكل مختصر. اي، عندي اقتراحات بالنسبه للفردي، افضل انه مثلا يكون لكل مالك واحد دق واحد جل، عشان ترك المجال للفئات الثانيه، معي للاسماء الثانيه. عندي اقتراح او مطالبه انه يحطوا لنا خيمه يا الملاك حقين البلنا داخل الشبوك، يعني ملاك حنا، ما احنا رايحين لا نعبث ولا شيء، لكن لنا مكان لنراقب، انا ووكيلي نراقب البل، نشوفها وش اللي ينقصها، يعني حلال بملايين اجي اتركه 3 ايام. هذا قصدي. بالنسبه للفردي، انه مثلا 5 اسماء، انا ودي الفائزين 10، فردي دق 10 وفردي جل 10، وان شاء الله ان الشيخ فهد بن حسين ما هو مقصر فيها، يبي يرفع العدد، لكن لو صار اسم كل واحد، كل من لي فردي دق وفردي جل، عشان نشوف اسماء جديده، نشوف جميل حلال جدا جديد. ابو عبد الله. الموسم المقبل في اي فئه حاضر؟ يمكن كلها البيرق والسيف الملك والنخبه، ان الله شاء.
والنخبة النخبة وعبد والفردي الله. ضدق وفردي جلنا الله شاء بإذن الله. وجاهزات أنا شاكر ومقدر لك أن كل